مستحيل، مش ممكن، انا مش مصدق. علاش ما تصدقش سالم ومستغرب؟ هداك صاحبك قاتل زوجي ديال ضباط بمصر ومحكوم عليه بالاعدام هني. يا عم جابر ما قتلش حد في مصر، اسمع مني، انا عارف ما قتلش حد في مصر. واللي قتلهم هنا شكون يكون؟ انايا؟ انايا اللي قتلهم؟ والله انا ما بقتش فاهم اي حاجه. جابر يقتل؟ وبعدين ده كان المفروض يرحلونا على مصر من كام يوم، ومع ذلك مفيش اي حاجه حصلت. وانت مالك زربان ومستعجل اسالم؟ عيش نهار تسمع اخبار. والله انا ما بقتش فاهم اي حاجه. ألف ألف مبروك يا انتي شركتك الجديدة، بجد بجد انتي ذوقك حلو قوي. مرسي يا رانيا، الله يبارك فيك. الله 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 الله، وكمان صورك على آلاف مجلات التجميل. ايه يا بنت الجمال ده؟ قمر قمر ما شاء الله. ما انا كان لازم اعمل شوية دعاية لشركتي في الاول. اي نعم المرة دي انا اللي دفعت فلوس عشان انزل على اغلفة المجلات دي. بس وحياتك بعد كده هم اللي هيجروا ورايا عشان يعملوا معايا حوارات ويصوروني كمان. من الناحيه دي بقى انا مطمنه جدا. وبعدين يعني يا انجي انت هتجيبيه منين؟ ما هي طالعه لخالد اخوها، هو كمان دلوقتي بسم الله ما شاء الله، ده انا حتى سامعه ان نجاحه في الانتخابات مضمون جدا. بكره نسمع ان انجي رشحت نفسها في الانتخابات، ومش بعيد نلاقيها بقى امينه مراه ولا سفيره ولا وزيره كمان. لا 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 لا، انا ماليش في السياسه خالص، انا كفايه عليا البيزنس وبس. بس اوعي بقى البيزنس ياخدك مننا، ساعة لقلبك وساعة لشغلك. لا من الناحيه دي اطمنه. جيهان، في مذيع ومخرج ومصور بره جايين يسجلوا برنامج مع حضرتك. طيب انا جايه المحاضره. عيني عيني، برامج وتسجيل، يا اختك يا انجي عقبالنا يا رب. يا بنت المحظوظه اكلها ولع. نجي نايم يا سمسمه، تحب اصحهولك تلعبي معاه؟ يا مسلم انت ايه اللي مقعدك يا ليلى؟ يا بنتي احنا ما صدقنا تنزلي الشغل الجديد، ليه غيرتي رايك؟ مش عايزه اشتغل عند حد تاني، تعبت، كلهم بيتامروا عليا ومحدش عاجبه حاجه. يعني ايه مش فاهمه؟ يا مساء الفل يا ست الكل. ازيك يا عم جرجس؟ لقيت اللي بدور عليه؟ السمسار يا ستي لسه مبشرنا حالا انه لقالك طلبك زي ما انت عايزه بالظبط. هي ايه الحكايه يا ليل؟ اصلا انا خليت عم جرجس يدور لي على السمسار علشان يشوف لي محل. محل ايه؟ محل هعمله كوافير. نفسي يا ماما، نفسي ابقى انا صاحبه الشغل وادوره بقى. انا اقدر اشوف المحل ده امتى؟ نروح بكره لو انت عايزه. اتريكي قاعده ومبلطه وما بتنزليش. لكن يا ليلى
انت يا بنتي معاكي فلوس تأجري محل وتوضبيه؟ ما تخافيش، نرجس صاحبتي هتخش شريكة معايا. نرجس؟ وانا رحت فين؟ انا معاكم شركتكم ورجلي على رجلكم. الله يبارك فيك يا باشا، بجد انا عمري ما هنسى وقفك جنبي. ربنا يخليك، ربنا يخلي سعادتك. يا ريت بس تشكرني عزم بيه لغايه ما اشوفه واشكره بنفسي. ربنا يبارك في سعادتك، مع الف سلامه. ميرسي جدا. يس مبروك يا خالتي. الله يبارك فيك يا جلال. ميرسي يا حبيبي. مبروك يا حضره سياده النائب. الله حلوة قوي حضره سياده النائب دي. ها احنا لازم نعمل حفله كبيره جدا بالمناسبه الحلوه دي. طبعا شريف، الحفله دي عليك. عايزك تعمل اكبر حفله في الدنيا، تعزم فيها كل حبايبنا كلهم كلهم. اوكي يا خلود، من عينيا. سيبك بقى ترتاح لان انت تعبت قوي اليومين اللي فاتوا دول. ما تقعد معانا شويه. لا يا حبيبي معلش، مبروك. الله يبارك. تعالى معايا جلال اوصلك لسكتي. مع السلامه يا جلال. مبروك يا خلود. ميرسي جدا. ولا صدقني يا ماما، نوالي انا بقيت ام سياده النايب. امال انت فاكره ايه؟ فاكره ان انا مش قدها ولا ايه يا ماما؟ وبعدين خدي بالك، دي بس الخطوه الاولى، اللي جاي ان شاء الله يكون اهم بكتير قوي من اللي فات. انت راسم على تقيل قوي شكلك كده فوق ما تتخيلي يا انجي. انت فين يا فخري؟ فخري فخري يا فخري. يوه يا راجل، مش تنزل تبارك لابنك؟ مبروك عليكم يا فوية. هو الراجل ده ماله؟ مش فرحان ليه؟ كنت بيحصل ده ما ينفعش نسكت عليه. عندك حق نيكولا، الناس لو شافتنا في القفص ده زي الحيوانات هيهز جامد من هيبتنا. انتوا عايزين حق ده بقى؟ احنا بعد اللي عملناه في الفتره الاخيره نستاهل الدنيا كلها تقلب علينا. ولو السلطات لازم تعرف ان احنا مش لقمه طريه، ما ينفعش نتدرب ونسكت. بالتاكيد طبعا. وانت يا باشا مش قلت لي ان عندكم ضباط كبار قوي شغالين معاكم جوه البوليس؟ ازاي بقى البوليس يبقى قابض على نص المافيا كده؟ يا جابر، ما في ناس برضه لسه شرف زي وزير الداخليه ولا مدير الامن ده انطونيو فالكوني. انطونيو مين؟ فالكوني. انطونيو فالكوني. انا لو ليا راي بقترح نعمل اجتماع لكل زعماء المافيا، مش في روما بس، في ايطاليا كلها، وننسق للدرجة. نون ماركو كوزا ديتشي. رافائيلو والله منوراني يا نرجس، عامله لك كوبايه عصير برتقال هتستاهل بقى. يسلم ايدك. تفضل. اسلم ايدك. حلو. وبعدين يا ليلى، هنفضل كده قاعدين حاطين ايدينا على خدنا كتير؟ هو انا في ايدي حاجه اعملها وما عملتهاش؟ ده احنا خلاص بيضنا وركبنا المرايات، يعني ما فضلش غير ان احنا نفرش ونركب الاجهزه وخلاص. بح، فلوسي وفلوس امي وفلوسك خلصوا، التشطيب بلعهم كلهم، اللي فاضل منهم ما يجيبليش حتى سشوار، بالكتير شويه مقصات. يعني احنا عملنا زي العروسة اللي مكتوب كتابها وفضلها الدخلة عشان تبقى جوازة بجد؟ انا واخدة على الموضوع ده من زمان.
انت لازم تتعودي عليه. طيب طيب يا سلام. طيب اهلا، ازيك يا منظور؟ ازيك يا ليلى؟ اتفضل. ناجي عامل ايه؟ كويس الحمد لله. اهلا، انت كويسه؟ كله كويس الحمد لله. اهلا، ازيك يا نرجس؟ ازيك يا استاذ منظور؟ اهلا بيك. طبعا انتوا مستغربين من جيتي، صح؟ صح. انا اللي جابني هنا اللوستا جرجس. ماله اللوستا جرجس؟ قال لي يعني ان انت معاكيش عشان تكملي تجيب الحاجات اللي الكوافير محتاجها، المشاط والفلايات والششوار فلايات. وانت مالك انت؟ انا معايا ايه ولا ما معيش ايه؟ انا قلت انت اولى من الغريب. يعني قصدك ايه يعني؟ انا مستعد اجيب لكم كل الحاجات اللي الكوافير محتاجها، بس بشرط ادخل معاكم شريك. قلتوا ايه؟ الظاهر هو ده العريس. منور. انت جننت يا مضور؟ ما لقيتش غير ليلى عشان تشاركها؟ شوف يا سعاد، مهما كان اللي بينك وبين ليلى، الشغل شغل. انا هاخد منها ورق رسمي، ده غير ان ليلى ايديها تتلف في حرير، يعني هتشغل الكوافير وتكسب من ورا ذهب، وتكسبنا احنا كمان ذهب. اه وايه تاني يا مندور؟ كمل. ده غير ان ليلى حقانيه، وبصراحه مش هتنصب علينا ولا هتخبي علينا مكسبها. في دي عندك حق، يعني على بركه الله. طب ليلى عارفه انك عايز تشاركها؟ انا فتحتها بعد اللوستة جرجس، بقال لي ان هي خدت محل وعايزه تفضبه، وبصراحه رحت لها. يعني رحت لها وقابلتها واتكلمتوا من قبل ما تكلمني؟ ما انا كان لازم اضمن موافقتها الاول قبل ما اكلمك. طب ايه رايك بقى يا منظور ان انا موافقه، بس بشرط واحد. ايه؟ تعملي اللي اتفقنا عليه. انا موافق يا حبيبتي، ما هو ساعتها الخير هي أم على الكل. واحنا رايحين فين يا باشا؟ شغلش بالك يا كامل، هتعرف على طول دلوقتي. أول مرة نيكولا يحضر اجتماع مهم زي ده وما ياخدش رافائيلو معاه وخدك انت. دي ثقة نعتز بيها يا باشا، ربنا يديم المعروف. جايز يكون مخدوع فيك، بس أنا ما حبيتكش من أول ما شفتك، وما أعتقدش إن أنا أحبك في يوم من الأيام. لا إله إلا الله. ليه كده يا باشا؟ ده أنا من أول ما شفتك حبيتك من جوه. تحبني ولا ما تحبنيش ده ما يفرقش معايا، بس اللي يمس أخويا نيكولا عمده بارد. بارد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا باشا ما تقلقش، نيكولا في عناية الاثنين. أنت تصرفت بشكل منفرد دون نيكولا، وبدأت حرب على البوليس في روما من غير ما تاخد رأينا، ودي كانت النتيجة. بيتهيألي دون جالو أنا ما عملتش حاجة والدي دون ماركو ما كانش بيعملها، وكان لازم نثبت للناس ان عبدتنا في روما لسه زي ما هي، ده لو مش اقوى، عشان في ناس كتيرة اتطولت علينا وانا في السجن. تاني كانوا عنده عك من ساعة وزير الداخلية الجديد ما تعين وهو شان الحرب ضدنا. الكلام ده صحيح، وعشان كده انا جاي النهاردة اقترح رد عنيف. تقدر تقول هنديله درس، اخر درس. أنا بقترح إن إحنا نصفي وزير الداخلية نفسه.
بتتكلم بجد يا باشا؟ انت عايز نموت وزير الداخليه؟ مش لوحدك يا جابر، بعدين ما كانت لازم عمليه بالحجم ده عشان تبين فيها موهبك، مش اي واحد يبقى واحد منا. اه بس ده وزير الداخليه، يعني عمليه ممكن تقلب الدنيا. احنا عندنا وزير الداخليه اهم من رئيس الجمهوريه. بالعكس يا جابر، عمليه بالحجم ده هو اللي هتبين للناس كلها ان احنا قبضتنا لسه ناشفه، وان اي حد يقف في سكتنا نمحيه من عروش الارض. تقوم تموت وزير الداخليه، ده احنا عندنا بنخاف نعدي من قدام بيته. تلعب علي. شوف يا ابني، انا واضح وصريح ودغري، الفساد زاد، زاد قوي في مصر. انا شعاري محاربه الفساد، لان الفساد هو اللي بيمنع قاطره التنميه الاقتصاديه، هو اللي بيمنع توزيع الثروه وعداله بين المواطنين. احنا بنشكر حضرتك على الحوار ده يا عزمي بيه. انا اللي اشكركم، وارجو انك انت تشكر لي رئيس التحرير وتقول له ان انا سعيد بيه وبشغله وبكل اللي هو بيعمله. ان شاء الله، بعد اذن حضرتك. اتفضل، مع السلامه يا ابني. مع السلامة. أيوة يا بنتي، دخلي لي خالد. صباح الخير يا عزمي بيه. صباح الفل، أهلا يا خالد، مبروك يا ابني. الله يبارك. اقعد تاخد واحدة؟ قولي، خدت كارنيه المجلس؟ الحمد لله. شوف يا خالد، أنا عايزك في الدورة البرلمانية الجديدة دي تبقى نجم المجلس. تقلقش عليا يا عزمي بيه، إن شاء الله هتلاقيني عند حسن ظنك. قولي، أنت عملت المكتاب بتاع مشروع المنتجع، الفيلات والقصور اللي على الطريق الصحراوي، كل ده اتعمل يا عزمي بيه. شوف بقى، أنا عايزك تعمل حملة دعائية كبيرة جدا، انزل بتقلك، وانا متاكد ان في اقل من شهر ربع الفيلات والقصور دي هيكون اتباع. في اقل من شهر؟ ايوه يا فندم، دي قصور وفيلات بملايين. انت يا ابني ساذج، اللي معاهم ملايين في مصر كتير قوي. على رايك. بس انا يا عزمي بيه الحقيقه كنت جاي معاك في موضوع تاني اهم من كده بكتير. موضوع ايه؟ الو؟ ايوه يا ماما، وحشتيني وحشتيني قوي. ايه يا ماما، انت بتعيطي؟ لا انا مش كويسة، ومش هكدب عليكي واخبي تاني. انا يا بنتي ما بنامش الليل من خوفي عليكي، وقلبي موجوع عليكي يا صفاء. ارجعي يا بنتي، احنا مش عايزين اي حاجه، ملعون ابو الفلوس. ارجعي يا ضنايا، ان كنتي خايفه على امك لحسن يجرى لها حاجه، وان كنتي مش عايزه ترجعي اديني العنوان وانا اجيلك ان شاء الله اخر الدنيا. تجيلي؟ ايه هو في ايه بالظبط يا صفاء؟ مش كده يا ماما، حرام عليكي اللي انتي عاملاه في نفسك ده. اختكوا فيها حاجه ومخبيه عليا، ده انا امها وعارفاها كويس قوي. الله، طب لما هي كويسه ومش قادره ترجع مصر ما بتقوليش ليه اروح لها انا عشان اطمن عليها؟ يا ماما جاي ظروف شغلها. شغلها؟ شغل ايه اللي يمنع بنت عن امها؟ لا الحكايه دي فيها سر وانا لازم هعرفه. اوعي. دي كل حكايتي يا تريز. معقوله؟ معقوله يا صفاء؟ دي حكايه ولا في الافلام، انا مش قادره اصدق. عرفتي ليه انا مش قادره اروح لامي واخواتي واقول لهم على الحقيقه؟ بس لو عايزه رايي المفروض تروحي لاهلك، على الاقل اهون بكتير من اللي انت فيه ده. ما اقدرش، دي ماما كانت تروح فيها. معقوله للدرجه دي؟ تعبانه، تعبانه قوي يا تريز، ومش عارفه اعمل ايه، تعبانه.
معلش يا حبيبتي معلش، اصبري واستحملي. واللي زاد وخطى انا ابو ابني مش عايز يعترف بيه. انا مش عارفة اعمل ايه، انا ما بقاش ليا حد في الدنيا خالص. تصوري ما بقاش ليا غيرك دلوقتي. وانا عمري ما هسيبك ولا هبعد عنك ابدا يا حبيبتي. ازيك يا سماح؟ ازيك يا عامله ايه يا حبيبتي؟ نجاه اخبارك ايه؟ ازيك يا ام صفاء يا جميله؟ مالك؟ ربنا اللي عالم بيا يا بنتي. تعالي اقعدي هنا يا ليلى. في ايه؟ ده انا كنت جايه علشان اعزمك على افتتاح الكوافير بتاعي بكره. مبروك يا ليلى. الله يبارك فيك يا حبيبتي، لازم تيجوا. مالك؟ قلبي واكني على صفاء قوي يا ليلى. ليلى يا حبيبتي، لو تعرفي اي حاجه عن صفاء مخبيها عني قولي لي يا بنتي وريحي قلبي. Scusa padre. Come stai Gaber? General Antonio. قلت لك اني اقابلك في الوقت المناسب. الحقني. نيكولا عايز يعمل مصيبة. اغتيال وزير الداخلية. عرفت ازاي؟ انت بتعرف من القلادة اللي لابسها على طول. اللي انا اتفاجئت بيه ان عدد من الشخصيات اللي حضر اجتماع زعماء المافيا، اتنين منهم من وزراء في الحكومة وواحد من مجلس الشيوخ. قولي نيكولا، حد الساعة الصفر لاغتيال الوزير؟ لسه. مش دي المصيبة، المصيبة انه عايزنا انا اللي اغتال الوزير، ولو رفضت ممكن يغتال انا. وانت قلقان كده ليه؟ اللي بيموت مرة يا جابر ما يخافش يموت مرة ثانية. والله انا خايف حكاية الموت دي تقلب جد. بتضحك؟ ادخل استريح. المحامي طلع شاطر قوي يا ماما. الحمد لله ان كان في خطأ في بلاط القضيه، هو اللي جاب لنا البراءه. الحمد لله. الحمد لله. اقعد يا اخويا استريح استريح. عشان سلامتك يا ليلى. ازيك يا بابا؟ عامل ايه؟ الله يسلمك. الله يخليك يا بنتي. انت كل ما هتيجي هتجيبي حاجه لناجي؟ حد قال لك ان امه منقصاه حاجه؟ الله، هو انا مش عمه الواد ده؟ لازم ادلعه. ما تدلعيه يا شيخه بعيده عني. مروه، هو جابر لسه ما جاش من الصفا؟ لا يا ورده يا حبيبتي، هو جابر مش هيرجع دلوقتي. خلاص بقى انا هسافر.
يا ورده يا فله يا حلوه انتي. انا بكره ان شاء الله هاخدك انتي وناجي وافسحكوا حته فسحه، انما ايه اخر حلاوه. لا ماليش دعوه، انا عاوزه جابر هو اللي يفسح. عن اذنك يا مروه صوري. اتفضلي يا حبيبتي. تعالي يا ورده تعالي. طب ايه رايك افسحك انا؟ هي مروه دي هتفضل تنط لنا كل شويه بحجه انها عايزه تشوف ابنك؟ وماله يا ماما، هو مش ده يبقى ابن اخوها؟ دي كانت عايزه تاخده لامها وانا منعتها قلت لا. يو يا ماما بقى مش معقول، ابوس ايدك لما مروه تيجي عايزه تاخد ناجي يروح يشوف جدته، ابوس ايدك تخليها تاخده. ومالك جايه متزرزره عليا قوي كده؟ معلش سعاد تعباني اخر تعب. ما انا قلت لك انا غلطت، غلطت لما وافقت ان هم يبقوا شركه. بس انت كنت هتعملي ايه ولا هتجيبي منين؟ معلش يا بنتي، بكره ان شاء الله ربنا يكرمك ويرزقك، اديهم نصيبهم اللي دفعوه ويسيبوا المحل. وانا لسه هستنى. قصدك ايه؟ انا عارفه ازاي هنطرهم من المحل. دكتور 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 بعد اذنك. اخبار بابا ايه؟ يعني هو هيقعد في الانيه المركزه كتير يا دكتور؟ لا ان شاء الله مش كتير، يومين ثلاثه كده لحد ما الحاله تستقر. بعد اذنك. ولا انت مش ناوي تقر وتقول مين الست دي وابوك جراله اللي جراله ده ليه لما شافها؟ يا ماما قلت لك 100,000 مره انا ما اعرفش الست دي، ما اعرفهاش. وبعدين لو عندك اهو يبقى اساليه لما يفوق. ماشي يا عين امك، خليك فاكرها. مساء الخير عزمي بيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا. ازي حضرتك عزمي بيه؟ ازي حضرتك، نورت الدنيا كلها والله. اتفضل اتفضل يا باشا، اعرفك على والدتي. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، كترتنا وزودتنا. اهلا وسهلا عزمي بيه. طبعا يا ماما غني عن التعريف. امال. اهلا وسهلا. اختي انجي. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل يا باشا اتفضل يا باشا. الله يخليك. الحمد لله على سلامه الوالد. الله يسلم سعادتك. هو كويس دلوقتي؟ الحمد لله الدكتور طمنا، الحمد لله بقى احسن. الحمد لله الحمد لله. شد حيلك بقى، احنا قدامنا شغل كتير. على الله كله. انما انت ما قلتليش يا خالد، امتى هتمضي العقد بتاع شراء مصنع الاسمنت؟ قريب قريب قوي عزمي بيه، ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا سيادة النائب. تسلم. طيب سلام عليكم. على طول كده؟ الله يخليك. ما شربتش حاجه حضرتك؟ الله يخليك. الحمد لله على سلامتك. اتفضل يا باشا اتفضل يا باشا اتفضل. سلام فندم. عليكم. اتفضل يا فندم. اتفضل. المحل اللي احنا واقفين فيه دلوقتي عشان ابقى ريحت ضميري من ربنا ومنك. امبارح في الزبون اشتكيت لي من غزلت، كنت بقول لك عشان ابقى ريحت ضميري. ما انا لو قلت لسعاد مش هتصدقني وهتفتكرني بوقع منهم. ليلى. ايه يا حبيبي؟
التكريمات اللي انت شاريها دي غالية موت، في حاجات ارخص من كده بكتير. ايوه بس الغالي تمنه فيه صدقيني، وانا فاهمه في الشغلانه دي ما تقلقيش. يعني انت فاهمه في الشغلانه وانا مش فاهمه فيها، انت ليه بتعملي كده بس يا ليلى؟ طيب طالما مصره تشتري الحاجات الغاليه دي علي الاسعار. حاضر بس مش دلوقتي، مش لما الرب يزبوني الاول. وانا كل ما اقولك على حاجه تقولي لا. انا عايزه اعرف انا ايه، انا مين، انا بعمل ايه في المكان ده، انا شركتك ولا بشتغل عندك باخد الاوامر منك؟ انت في شركتي صدقيني. بعد اركب بلاد كوت الخناق يجيب الفقر، ده محل اكل عيش. من هنا ورايح انا اللي هنزل اشتري الكريمات والاكسسوارات والشامبوات، وحوريك ان السوق مليان حاجات رخيصه مش الغاليه النار اللي انت بتجيبيها دي. ده ايه الهم ده والقرف ده؟ براحتك. ومال يا ليلى فكره ان احنا نوفر ونكسب اكتر. احنا هنبدا في الهم ده كتير. ارحموني ارحموني. الله ان شاء الله يا رب بكره تبقى كويس. العلاج الطبيعي هيخليك تتحسن بسرعه، مساله وقت. الله خلاص انتهيت. ان شاء الله ان شاء الله تبقى كويس يا بابا. معلش يا بابا معلش انت حيلك. اسند عليا بالراحه بالراحه. على مهلك ايه يا ماما؟ انت مش هتخش تقولي لبابا حمد الله على السلامة؟ لا، لما اعرف الاول اللي صابه ده صابوا من ايه؟ وايه حكايه الست اللي جت تساله عن بنتها؟ ومين بنتها دي؟ مين؟ هو دانيال كده ما يقدرش يعيش من غير نسوان. كومي دون جوفاني زي هارون الرشيد عندكم. وماله يا باشا ينبسط الحياه سياره. واحنا كمان عشان ننبسط هننفذ العمليه بكره. خليك جاهز. جاهزين يا باشا. ودانيال باشا هيشارك ولا مقضيها نسوان؟ ما يغركش منظره، ده من جوه سم. بس لما يجي وقته. بونا فورتونا. ده جابر الخواجة. انت تعرفه؟ ايوه انا قابلته كم مرة. انا مش مصدق انه كان بيشتغل مع المافيا. واضح انه انضم ليهم بعد هروبه. تعرف له اهل او اي حد من معارفه هنا في ايطاليا؟ لا هو قال ان ملوش حد هنا خالص. كده نبقى نضطر ان احنا ندفنه في مقابر المسلمين في روما. الله يرحمك يا جابر الله يرحمك. Thank you.
الله يرحمه. صافي يا سالم، صافي. أنا مش مصدق الخبر اللي سمعته في التلفزيون ده. كأنك جيت للموت برجليك يا جابر، بس المرة دي بجد. اللي أعطاه الله أعطاه. يا ريتنا ما كنا جينا هنا. أنا اللي جبتك للموت برجليك يا جابر. ده الكلام رزايد ناقص. بكى ورا الميت خسارة. صافي. الله يرحمك يا جابر. الله يرحمك.